أشرفنا اليوم على إبرام اتفاق إطار بين المجمع الوطني، المجمع العمومي، مجمع حمامات سياحة وحمامات معدنية HDT ومجمع ريتاج القطري. يعني هذه المبادرة كانت بدأت في شهر 5 شهر ماي، المفاوضات بدأت مع هذا الريتاج المجمع هذا لتطوير وتسيير بعض الوحدات الفندقية اللي تابعة للمجمع العمومي HDT. نهدف من خلال هذا الاتفاق نعم إلى رفع من مستوى الخدمات اللي نقدمها على مستوى المجمع HDT، وكذلك لاستقطاب السواح اللي راهم في يعني لو كارني دادراس تاع هذا المجمع اي مجمع ريتاج. ستقوم رتاج الفنادق والضيافة بمشيئة الله تعالى بإدارة عدد من الفنادق في مختلف أنحاء الجمهورية الجزائرية. لدى رتاج الفنادق والضيافة خطط للتوسع في المستوى العالمي إن شاء الله، وتوفيق اليوم هو ترجمة لتلك الخطط. ونحن على ثقة أن وجود العلامة التجارية الخاصة برتاج الفنادق والضيافة سيعمل على جذب السياحة الخليجية والعربية وكذلك العالمية للفنادق بالتعاون والدعم مع مؤسستكم العريقة.